قدم إلى كافة الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك بالمباركة، وأتمنى أن ينعم بلادنا بالأمن والرخاء والسعادة، وكل عام وأنتم بخير. أهني كل زملائي موظفي مراقبة التربية والتعليم بلدية بنبية بهذه المناسبة، أتمنى لهم الصحة والعافية. بهذه المناسبة أتقدم لكافة أفراد الشعب الليبي بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده علينا وعلى الأمة العربية باليمن والبركات، وكل سنة وكل عام وأنتم بخير. نهني الشعب الليبي كافة بحلول عيد الفطر المبارك، يعاد الله عليها بالخير واليمن والبركات، وإن شاء الله ربي يهني البلاد والعباد. ونتمنى في هالشهر الكريم هذا أن يعود على الوادي الكريم بالخير والمحبة والأخاء إن شاء الله. نتقدم إلى جميع الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بالتهنئة، ونقول كل عام والجميع بخير، وينعاد علينا بالصحة والعافية واليمن والبركات إن شاء الله. أهني الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاد الله علينا بالخير واليمن والبركة، وكل عام أنتم بخير. قدم أجمل وأروع الأمنيات والأماني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عادوا علينا على الأمة الإسلامية باليمن والبركات. نهني الشعب الليبي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي عاده الله علينا باليمن والبركات، سائلين من المولى عز وجل أن يلطف البلاد ويهدي العباد، ونعيش في رخاء وزهاء إن شاء الله تعالى.